فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يجد ملابس لإحرامه لفقره أو لعجزه عن لبسها، فهل له أن يلبس اللباس المعتاد أم عليه أن يكشف ما استطاع من بدنه؟ عليه أنه يحرم بالسراويل، وأما بقية بدنه فلا حرج أن يبقى مكشوفا، لأنه إذا ستر عورته يكفي هذا. وإذا وضع عليه مثلا ثوبه عرضه عليه ولفه به ما يخالف، بس ما يلبس لبس، ولو طرحه عليه أو غترته جعلها عليه ما يخالف. نعم، يغطي بما تيسر أعلى بدنه، يغطي بما تيسر، إنما الكلام على العورة يسترها، يجب سترها ولا يكشفها. نعم، ولو بالمخيط، إذا لم يجد غيره يلبسها ويسترها ولو بالمخيط، لكن بالسروال ما هو بالثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لفظة المخيط، مثلا فرضنا أنه أراد أن يحرمه في الطائرة وقال ها نسيت إحراماتي وش بسوي، قلنا له اخلع الثياب اللي عليك وخلى السروال بس، وإن بغت تغطي علو بدنك بشماغك ولا ما يخالف، غطي بما تشاء، أو بكمبل أو ببطانية ما يخالف، بس ما تلبس مخيط. فإذا نزل يروح ويأخذ إحرامه ولا عليه شيء، الحمد لله. نعم.